مشاهدينا الكرام صباح الخير مرحب فيكم مشاهدي مريم تي في وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وحول العالم زميلتي كلود وانا ببرنامجنا صباحي على الموعد المستمر معكم على الهواء لغايه الساعه 12 ظهرا من شاشه مريم تي في الفضائيه صباح الخير كلود صباح الخير ريتا صباح الخير لكل المشاهدين اليوم الخميس 20 اب 2020 أكثر من أسبوعين وما زالت بيروت تلملم جراحة تكنس كل الزجاج والركام كثير من الخبراء يقدرون قديش هول المساعدات والأضرار وما زالت الأمهات الثكالى تبكي أبناء الضحايا مش عارفة شو صار مش مستوعبة اللي صار وما بنعرف إذا يوم من الأيام رح نوصل للحقيقة ولكن رغم كل المآسي رغم كل الضحايا رغم كل شيء رح نوقف على إجرينا ما رح نستسلم لأنه الحياة أقوى من الموت لأنه الحياة لازم تستمر نطلب من الرب أنه يعطينا القوة على الاستمرار يضخ فينا روح القدوس روح الحقيقة والفهم والتمييز تنكون فعلت خير وسلام على الأرض صباح الخير من جديد كلود قد صعب العوده الى الحياه الطبيعيه بعد هول الصدمه طبعا لانه صدمه وهي كارثه كمان كثير كبيره حلت علينا كلنا بس ريتا مثل ما قلتي ما فينا ابدا نستسلم اذا مش كرمالنا كرمال اولادنا كرمال هالجيل الجديد يلي هو بده يرجع يعمر وينهض ان شاء الله يا ربي لبنان افضل واحلى وهون تسمحي لي استشهد بقول انا كثير بحبه للاديس شاربيل بيقول في ضعفك لتتغلب عليه لا لتتحجج به يعني كلنا عنا نقاط ضعف كلنا صحيح. نضعف بالمواقف الصعبة مثل هالكارثة بس لازم على طول يكون عنا رجاء وأمل ببكرة ونتغلب على ضعفنا لنقدر نستمر نعم أكيد وراء كل موت قيامة المسيح قام حقا قام, حقاً قام. حقاً. ولازم نذكر كلود كل المشاهدين ونطلب منهم أنهم يلتزموا بكل إرشادات وزارة الصحة من لبس كمامة من تباعد اجتماعي ومن غسل اليدين باستمرار والنظافة الشخصية لأنه الأعداد أعداد ضحايا بدي أقول الكوفيد 19 للأسف عم تكتر كتير وعم تتزايد وعدد الإصابات صار اكثر من ما في لبنان يتحملوا المستشفيات كلها رغم الاصابات اصابات الجرحى بالانفجار انتلت هلا المستشفيات الميدانيه عم بتحضر حالها لاستقبال كل المصابين بالكورونا فلذلك بطل عنا ترف الاستلشاء بهذا الموضوع فمطلوب من كل المواطنين وعي وعي كثير كبير لحتى نحمي انفسنا ونحمي اللي بنحبهم ايضا هذا وعي اجتماعي لازم يكون بالتكافل والتضامن على هيدا الموضوع ما بدنا انه ضحايا صحيح. الكورونا تكتر وتتلاقى هي وضحايا الانفجار ويصير العدد اكثر مما بنقدر نتحمله نفسيا صحيح للاسف ريتا من بعد الكارثه اللي صارت بتحس العالم نسيت موضوع كورونا وما بدنا نقول يمكن استلشاء بس لانه كانت مشغوله بلملمه جراحه بلملمه الضحايا أه فلا المفروض انه هلا نرجع على سكة صحيحه ننتبه كثير وناخذ كل احتياطات صحيح خاصه انه التنين الماضي دقنا قوس الخطر وزير الصحه واعلن النفير العام ومعناتها كلنا لازم نكون منتبهين كثير كثير منيح صحيح. وابدا ما من نغلط بهذا الموضوع ورح نوقف مع الاخت يارا مرتبه بوقفه مع مريم ونعود مريم وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا هالصفحة كلنا منعرفها جاية من سفر الرؤيا الفصل 12 وياما مرات منشوفها ببعض اللوحات ان ممثله العذراء سلطانه الحبل بلا دنس واقفه على الكواكب والقمر والشمس على جنبها ولكن هالصفحه من سفر الرؤيا مليئه بالرموز شو بتعني مع مريم؟ كثير من الاباء الكنسيين وكثير من القراءات الكنسيه بتشوف فيها بنفس الوقت مريم ام الله وبتشوف فيها ايضا الكنيسه التي تعطي المسيح للعالم وبالحالتين بيعطينا سفر الرؤيا بعض الرموز لنفهم هل تفسيرين او هل قراءتين منلاقي اولا المراه محاطه بعلامات كونيه الشمس القمر الكواكب وهذا بيرمز لولاده عالم جديد حقبه جديده المراه هي حياه جديده عم تولد بالكون اكانت مريم ام الكنيسه يلي عم تسمح للكون يتعرف على المسيح ابن الله بالنقطة الثانية منلاقي انه في تنين اذا تابعنا قراءة النص هالتنين العظيم عم يحاول منع الولادة من جهة وكانه ناطر اذا تمت هالولادة رح يبتلع الولد في حال اجا. هالتنين الشرير الحية القديمة التي اغوت الانسان الشر اللي كمان متمثل بعهد الرؤيا بالامبراطور الروماني يلي عم يضطهد الكنيسة وابنائها. ولكن هالتنين إن كان الشر المطلق أو إن كان الشر الحالي مع الأمبراطور الروماني رح يبقى عاجز لأنه ببداية النص بيقول انفتحت السماء وظهر الهيكل مما بيعني أنه الله بده يكشف عن مشروعه وعن إرادته بشكل بين وبشكل كبير إذا هالشيطان مهما تخبط ومهما عمل عاجز عن معارضة مشروع الله فقدرته انتزعت منه وسلطته راحت وهو سيطرح خارجا. المراه هي ايضا الشعب القديم يلي خرج منه يسوع وهي الكنيسه الشعب الجديد يلي بده يخلصوا يسوع تؤمن بالمخلص الجاي وتعطيه للعالم. والطفل هو بدون شك المسيح لانه بيقول النص رفع عن يمين الله الاب بينما بقية الكنيسه المراه تناضل تختبر الالم صحراء الجهاد على هالارض ومع مريم ام الكنيسه ومثالها النهاية رح تكون سعيده مثل ما بيكشفها سفر الرؤيا حيث اصوات التمجيد بتنطلق من السماء معلن القدره والسلطان للحمل الذبيح سيد الكون والتاريخ الأمانة للرب والجهاد على الأرض بيصيروا مع مريم طريق الرجاء رغم الصعوبات نحن اليوم بنص الرؤية عم نتلقى صفحة جديدة بتدعينا للرجاء للأمل للإيمان للثبات شو ما صار معنا مهما كانت صعبة ظروفنا وإنت وإنت, وإنت ونحن مع مريم راسخين في الرجاء شو ما كانت الصعوبات الصحية الاقتصادية المادية السياسية ما رح تقدر تبتلع الطفل يلي فينا مسيح الرجاء يلي بيعطينا الحياة ساعدينا يا مريم بجهادنا ونضالنا حتى نبقى معك ثابتين بقوة المسيح ربنا امين شكراً للأخت يا متى منطلب شفاعة أمنا مريم العدرا من أجل شفاء كل الجرحى من أجل بلسمة جراح كل الأمهات الثكالى ومن أجل نهوض لبنان وإلى المتفرقات خبر اليوم من المتفرقات ريتا رح نضل باطار الكورونا يلي شاغل العالم ومثل ما عم نشوف في سباق بين امريكا وروسيا مين بدو يطلع كان اللقاح قبل ولكن هالخبر اليوم من تايلاند حيث عم بيجوب علماء بتايلاند الكهوف ليبحثوا عن الخفافيش بهدف تتبع اصول فيروس كورونا وقام فريق البحث برحله بحديقه اسمها ساي يوك الوطنيه لاصطياد 200 خفاش من ثلاث كهوف مختلفه وفقا لمركز العلوم الصحيه التابع للصليب الاحمر التايلاندي للامراض المعديه الناشئه واخذوا عينات من اللعاب والدم من الثدييات من اجل فهم افضل لمسببات الامراض اللي بتحملها ويشتبه بانه فيروس كورونا هو طلع من الصين ولكن ايضا الباحثين عم بيقولوا انه بالرغم من هيدا الشيء بيعتقدوا انه لقيوا الفيروس كمان بالخفافيش الموجوده بتايلند وعثر لحد هلا على أه تقريبا خفافيش بتطابق كوفيد 19 وتسمى بحدوه الحصان وهي موجوده بجنوب الصين واصطاد الباحثون تايلانديون العديد من خفافيش حدوه الحصان حيث انه البلاد بتضم تقريبا 19 نوع مختلف منها وقالت نائبة رئيس المركز أنها بتعتقد أنه الخفافيش يلي رح يتم الاختبار عليها على الأرجح هي رح تحمل فيروس كورونا ولأنه الوباء ما له حدود والمفروض أنه يتسيطر عليه تما ينقلوا ولا العالم وبالإطار نفسه الطبيب اللي بيحمل مسبحته وبيصلي لمرضاه يستغل الطبيب الكولومبي نيستور راميريز أريتا كل دقيقة فراغ في جدول أعماله المزدحم ليصلي الوردية وهالصورة التقطت له من داخل إحدى المستشفيات في كارتاخينا في كولومبيا ونشر الصور القص الإنجيلي لويس ألبرتو غايغو ونشر هالخبر وهالصورة عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي وعلق عليها بالآتي هو كسائر الاطباء يعمل لساعات لا تنتهي ويعاني من ضغط نفسي لا يستطيع عدد كبير من الناس انهم يتحملوه وهو بلحظات الراحه القليله بيحمل مسبحته وبيصلي وبيقول دكتور راميريز اللي عم يعني بكافح من اجل انقاذ اكثر عدد ممكن من الارواح في بلد يرزح تحت وطئه ازمه صحيه متفاقمه بفعل فيروس كورونا لا شك في أن الله يصغي إلى ماسينا وهو يريد أن ينقذ عدد كبير جداً أكثر عدد ممكن من المرضى وأنا شاهد يومي على وجوده وهو يعمل من خلال يدي وأطلب منه أن يستخدمني أداة شفاء خاصة وأننا نمر اليوم بظروف صعبة جداً. وقد توفي في كولومبيا اكثر من 4000 شخص بعد اصابتهم بالفيروس وسجلت اكثر من 106000 اصابه بحسب بيان رسمي صادر منذ 2 تموز الماضي يعني هلا الاعداد اكيد اكبر بكثير علما ان السلطات اعلنت في اليوم نفسه عن 5000 حاله جديده يعني الكورونا ما زال يجتاح العالم كله يجتاح العالم بأسره وكان يقال أنه بالصيف رح تخف ولكن هالشيء ما صار يعني نحن ناطرين اللقاح بفارغ الصبر الصبر ان شاء الله انه من بعد اللقاح الروسي يعطينا اليوكي يعني بريطانيا تعطينا اللقاح الاخر و... وهلا من بعد ما خلصنا من المتفرقات رح نوقف مع ميشا عسيس هلا رح نوقف مع ميشلين عسيس بموضوع حول السلامه الغذائيه اليوم رح نحكي عن السلامة الغذائية وهيدا موضوع بهم كتير من النسوان يلي بتشتغل بالمطبخ ويلي بتحب تطبخ أول نصيحة لكم اليوم هي أنه قبل ما نشتغل بالأكل وبعد الأكل لازم نغسل إيدينا هذا شيء معروف والكل أكيد بيعمله بس اللي ما بتعرفوا أنه لازم نغسل إيدينا لمدة 20 ثانية مش غسل سريع لحتى نأكد أنه كل البكتيريا راحت من إيدينا لحتى نرجع نعاود الشغل بالأكل أو بشي برات الأكل ثانيا هذه معلومة رح تفاجئكم انه افضل انه نحن ما نغسل الدجاج او الحبش لانه هذا الشيء كمان بيودي لتكاثر البكتيريا نحن وعم نغسله بالماء ثالث شغله لازم تعرفوا انه لما نكون عم ننتقل من تحضير او تقطيع الدجاج مثلا لتقطيع الفواكه والخضره لازم اولا نغير لوح التقطيع وثانيا نغير السكين اللي نحن عم نستعمله وفينا ايضا كمان انصحكم نصيحه انه نستعمل لوح تقطيع ملونه يعني مثلا لوح تقطيع الاحمر للحوم لوح تقطيع اخضر للخضره والفواكه، فينا نستعمل لوح تقطيع اصفر للاجبان مثلا اذا كنا بدنا نقص الجبنه. ايضا بدنا نتذكر الكفوف انه ما نضل حاطينه لاكثر من ساعه ونص بايدينا لانه ممكن يعرق ايدينا ويطلع ريحه وبيودي لتكاثر البكتيريا ايضا. نصيحتي بعد لكم لليوم انه لما بدنا نسخن الاكل مش لازم يكون الاكل اقل درجته اقل من 74 درجه ومثل ما حكيت من قبل انه لازم يكون في عنا ميزان للحراره بالبيت لحتى نضمن انه اكلنا عم يسخن كتير منيح وعم بتموت كل هالبكتيريا يلي موجوده بقلب اللحوم هي ومنا نيه وايضا لازم لكم شغله كمان كتير مهمه انه مهم انه نحن لما نشيل اللحمه من الفريزر انه تتذوب بقلب البراد او بالمايكروويف وما نقوم بتدويب اللحوم على المجلة هذا شيء كتير غلط ولازم يلي بتخيل انه كتير من النساء بيعملوه فلازم بس نشيلها من البراد بس نشيلها من الفريزر دغري نحطها بالبراد او بالمايكروويف لازم نركز على شيء كتير مهم انه من بعد ما نخلص تحضير بالاكل لازم انه نحن نغسل الطناجر كتير منيح، ومن بعد ما نكون غسلناهم لازم كمان ننشفهم كتير منيح، لأنه المي يلي بقلب الطناجر ممكن يأثر على الطعمة، على الأكلة يلي بدنا نعملها من بعد ما نكون من بعد ما نكون غسلنا. شغلة كمان كتير مهمة إنه الست المريضة، إذا كان ست البيت مريضة مش لازم تقوم بتحضير الأكل أبداً، لأنه ممكن تنقل الفيروس لأفراد عائلتها من خلال الأكل. وشغله بعد انه كل اشخاص يلي عندهم حيوانات اليفه بالبيت حتى ولو كانوا بحممون كثير منيح وبيعتنوا فيهم وبيطعمون وكل شيء مش لازم انه يقربوا على الاكل يلي نحن بنتناوله ولو قد ما كانوا نظاف افضل انه نحن ما نخليهم يقربوا على الطعام تبعنا وبالاخير بدي اقول لكم انه نحن لما بدنا نغسل الخضار والفواكه احلى طريقة لتغسيلهم لضمان انه هن عم يتنظفوا كتير منيح انه نحنا نغسلهم بالخل والملح لحتى نضمن انه كل البكتيريا ماتت, ماتت عليهم وبالاخير لازم نعرف انه نحنا اذا في عنا اكل للكب لازم نحطه بقلب كيس ونربط الكيس كتير منيح لحتى ما يطلع ريحة لانه ايضا الريحة ممكن انه تأذينا وتأثر على سلامة الغذاء عنا بالمطبخ شكرا لأخصائية التغذية ميشا حسيس على كل نصيحها لهون بتكون خلصت صبحية على الموعد رح نوقف مع فاصل صغير ومباشر باستقبال ضيوفنا وضيفي ربيع عبد الخالق وفراس صايغ ناشطان مدنيا خليكن معنا